لا باخدش بالي. خدش باله ها؟ خدش باله. لكش نصيب فيهم يلا بينا. لا ليه رصيب؟ ليه رصيب؟ حتى بالأمارة هو شايف نفسه حبتين. تنك ما يتخيرش عنكم. أيوه هو التنك ده. تعرف بقى دلنا عليه حلو؟ أعرف بس لا مؤاخذة أنت بتدور عليه ليه؟ ومين معايا؟ إيه؟ شكلها باين عليه إيه؟ جردات؟ حكومة يا ابني. أجدع ناس، أجدع ناس حكومة بلدنا. أجيب مفاتيح عربيتي وأهرب. اهرب وهحصلكم. تعال إحنا هنرجعك بعد ما دلنا عليه. حتى لو ما رجعتونيش أنا عارف أشغلكم، أنا أعرف أرجع لوحدي. أنا كنت أفضل محلي أنا. محل 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 إيه فيلو يا سعيد؟ ده الراجل ده بيتخيل. تعال يلا. انزل. ايوه هنا سعادتك. اقف هنا سعادتك. ايوه ايوه هو الكوخ ده. تأمره بحاجه تانيه يا بهوات؟ لا تمام اخلع انت بقى عشان هيبقى في معارك وضرب. ولا معاك طبنجه؟ مفيش حاجه والله. لا انا عندي احساس ان معاك طبنجه. والله ما معايا حاجه. سلام عليكم. على فكره انتوا مش حكومه. مفيش حكومه تنكل اليومين دول. أرنولد خليك في الحتة اللي ورا دي عشان لو حاول ينط بيها من الشباك. حاضر يا سيد. بقول لك إيه؟ عايز أرجع بيه سليم، مش عايز غباوة. ضرب يوجع ما يعلمش. ما تخافش يا سيد، هيوجع مش هيلحق يقول أي. سمعة. أي؟ لا سمعة ما جاش النهاردة خيار. إيه؟ تعالى وأنا هفهمك كل حاجة. يا سيد أنت قال إن في ضربة نار وكعبية. تعالى. ماشي. خايف أكون حاطط لك حاجة في العصير؟ حركات البلد دي مش بتاعتي. يا بنتي اشربي. انت اللي اكلتي لو شربت حاجه من امبارح. خصماني؟ عايزك تفهمي ده بيزنس، بيزنس. انا لحد دلوقتي لذيذ قوي معاكي. لو صوتك طلع ما تكلميش غير نفسك. هنفضل قاعدين ساكتين لحد الورده ما يزهق ويمشي. فاهمه؟ مين؟ النور. مفيش فلوس، عدي الاسبوع الجاي. لا احنا مش بتوع فلوس، احنا هناخد القرايه بتاع العداد بس. بعدين بعدين. لا بعدين ايه يا فندم؟ اصل انا جاي من مشوار بعيد جدا يعني، ويعني يا ريت تفتح لي عشان اخد القرايه وامشي. استنى استنى. ايوه افتح لي يا رب، تفتح لي اخد القرايه وامشي. بص تحت رجليك كده، شايف حاجة؟ 50 جنيه. خدها وامشي. أخدها وامشي؟ 50 جنيه؟ أنت بترشيني. ده أنا أجيبه الحكومة هنا. 50 جنيه حرام عليك، وإحنا بناكلها أكلة نظيفة ما فيهاش حرام. 50 جنيه حرام عليك، أخد القراية وامشي. وبعدين فين الغبية ده بقى؟ طب ثانية واحدة. مش عايز اسمع ولا نفس ولا صوت. ها امال فين الانبوبه اللي انتوا عايزين تغيروها؟ انبوبه ايه وزفت ايه؟ العداد دي العصايه. فكها يا سمعة. فك مين؟ فكها يا سمعة. أنا طلبت يا سيد. أقول لك فكها وافتح لعره. وأنت رابطة ليه نفسك كده؟ مش فاهمك. روح فين يا ابني؟ هو مفيش حد غيري يتضرب هنا ولا إيه؟ أهم يا باشا اللي عاملين نفسهم زمايلك التنكين دول. اثبت مكانك أنت. هو تعملوا إيه هنا؟ بس أنت سالم الجرحي مش كده؟ أيوة أنا. وده باسم اللي خطفنا.
دول جردات عندنا في القرية. تمام تمام هاتوه، وانتوا كمان اتفضلوا معايا. ايوه سالم بيه، كله تمام سيادتك. بس انت هنا ما اكلمك يا فندم. ايوه داد. بس انت حبيبتي انت بخير؟ لا انا كويسه اطمن. الحمد لله. انت فين دلوقتي؟ تقريبا هنروح على مديريه الامن لان البوليس هنا كمان. طيب طيب اوكي، هتلاقيني مستنيكي هناك. الحمد لله على سلامتك حبيبتي. الحمد لله على سلامتك حبيبتي. الله يسلمك يا بابا. هعمل لك حاجه الكلب ده؟ لا والله انا كويسه كويسه. امال فين الحيوان اللي اسمه باسم ده؟ بيحققوا معاه جوه ساعتك. بيحققوا معاه فين؟ انا ما بنكرش اني خطفت بنت عمي، وكمان طلبت من عمي فديه. بس يا فندم انا عندي اعتراف مهم يا ريت تحققه فيه سيادتك. اتفضل قول اللي عندك. انا وبسنت بنت عمي حاولنا نسمي مدام ريهام عشان نخلص من جنيه بطنها، وده عشان ما يشاركناش في ورث عمي سالم الجرح. وانت بقى عايزني اروح النيابه اقول ايه؟ عايزني ادافع عن واحده كانت عايزه تموتني انا وابني؟ انا مش قادره اصدق، مش قادره اصدق كرهها ليا يوصل للدرجه دي. الموضوع كله بقى في ايدك دلوقتي. كل اللي بطلبه منك انك ترحميها. انا مش هقدر استحمل انها تدخل السجن يوم واحد. لكن تقدر تتحمل ان انا اموت؟ انا وابنك اللي بتتمناه من الدنيا، مش كده؟ كانت غلطه منها وانا هحاسبها عليها، انما السجن لا لا. يا اول مره اشوف الدموع في عينيك من يوم ما شفتك. فين جبروتك؟ فين قسوة قلبك اللي عشت فيها أيام وشهور؟ ده سيد قالك إن أنا في المستشفى بموت تعبانة، ما كلفتش خاطرك تتصل تطمن عليا بالتليفون. النهاردة بتعيط وتضعف مالك عشان خاطر بنتك؟ عندك حق في كل اللي انت بتقوليه، بس أنا وهي مصيرنا بقى في إيدك دلوقتي. كلمة منك هتغير كل حاجة وهتخلص الموضوع، والترضية اللي انت عايزاها أنا هعملها لك. لا مؤاخذة يا هاني. في ايه يا بشير؟ في عسكري من النيابه جايب لحضرتك استدعاء ومستني تحت عشان تمضي عليه. طب قول له شويه ونزل. ريهام. وبسؤال المجني عليها عن واقعة تسممها في ليلة رأس السنة الماضية أجابت. فضلي. ما حصلش يا فندم، كل الحكاية إنها نازلة معوية، سببها الأكل مش أكتر. طب وشهادة الدكتور اللي أكد فيها إن حالة التسمم حصلت بالفعل؟ حضرتك لو سألت الدكتور هيأكد لك إن الأنسة باسنت جالها نفس التعب اللي حصل لي يوميها، يعني أكيد مش قصدها تسمني وهي هتاكل من نفس الأكل اللي أنا أكلته. اه بس المتهم بيقول ان ده جزء من الخطه اللي كنتوا راسمينها عشان تبعدوا الشبهه عنكم. يا فندم انا عايز الكلام ده مفيش دليل على صحته وسعادتك، لانه بالحق ايه اللي يضمن سلامه موكلتي لو اكلت من الاكل المسموم؟ ومش معقول هتخاطر بحياتها لاحتمال في علم الغيب. ده غير ان مدام ريهام قدام سعادتك لم تتوجه باتهام صريح لموكلتي، بالعكس ده كل اقوالها بتصب في مصلحه موكلتي. وبسؤال المتهمه بسنت سالم عبد الوهاب الجرحي عن صحة ما نسبه لها المتهم باسم غانم عبد الوهاب الجرحي في واقعة تسمم المجني عليها. أجابت. ما حصلش. ريهام قبل ما تكون مرات بابا فهي صاحبتي،